بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالطلاب والطالبات ونكمل في المحاضرة الثالثة في الغذاء. طبعا احنا أخذنا أولا الكربوهيدرات، تكلمنا عن الكربوهيدرات بالتفصيل لحد ما، تكلمنا عن البروتينات، تكلمنا عن الدهون وأنواع الدهون والدهون المشبعة وغير المشبعة وما هو منها ضار ومنها مفيد، والآن هتكلم عن رابع اللي هو الفيتامينات. تعتبر الفيتامينات أكيد ضرورية للحياة، ولا يمكن غالبا لا يمكن الحياة يعني أن تستمر بعدم وجود الفيتامينات، لأن هي أساسية في عملية التمثيل الغذائي أو يسمونها عملية الأيض. وكل العمليات أو معظم العمليات الكيميائية الحيوية اللي بتؤدي إطلاق الطاقة دائما تدخل في تركيبها اللي هو الفيتامينات. طبعا الفيتامينات من العناصر الغذائية، لكن هي موجودة في الجسم بكميات ضئيلة جدا، مع وجودها بهذه الكميات الضئيلة لكن لها تأثير كبير على الجسم، وهي موجودة بكميات ضئيلة لأن الجسم لا يحتاج إلا إلى كميات ضئيلة منها مقارنة مع العناصر بسميها الكبيرة اللي هي كربوهيدرات وبروتينات والدهون والمية. دائما هنتكلم عن الموضوع هذا كثير، بأنه الفيتامينات تقسم على أساسين، أساس قابليتها الذوبان في الماء أو قابليتها الذوبان في الدهون. الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء يجب تناولها دائما ويوميا، لأنه هي لا تخزن في الجسم على عكس من الفيتامينات التي يعني تذوب في الدهون. الفيتامينات التي تذوب في الماء هي نوعين من الفيتامينات، فيتامين بي وسي. هنشوف فيتامين بي له 8 انواع، من فيتامين بي 1 و2 و6 و12، وهنشوف كمان اكثر من هيك، وفيتامين سي اللي كنا عارفينه. اما الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون وهي تخزن في الجسم لفترات طويله، خصوصا لانه في النسيج الدهني في الجسم وفي الكبد بشكل اساسي، زي فيتامين A، فيتامين D، فيتامين E وفيتامين K. وعشان نحفظها دائما بنقدر نكتب كده KEDA على طول. لما نقول لك والله ما هي الفيتامينات التي تذوب في الدهون، تكتب لي بتقول بتذكر كلمه كده وبتكتب KEDA، واللي بضل منها اللي هو B وC لا تذوب، تذوب في الماء لكن لا تذوب في الدهون. منشأ الفيتامينات نباتي، زي ما هو منشأ الكوليسترول الحيواني، ولا الكوليسترول مش موجود في النباتات، أيضا الفيتامينات الأصل هي منشأها نباتي. والأصل الإنسان بيحصل على الفيتامينات من النباتات، وأنتم كلكم سلطات وغيره، كل مواد والفواكه والخضار كلها تعتبر غنية بالفيتامينات، إلا الإنسان لا يخلق الفيتامينات. لكن أيضا ممكن تكون موجودة في أعضاء الحيوانات زي كبد الحوت والكلى، لأنه هذا الحيوان لما بيتغذى على النباتات يخزن في الأنسجة الدهنية، يخزن هذا الفيتامينات في الكبد بتاعته، فممكن نلاقي في كبد الحوت أو غيره نلاقي الفيتامينات. وعشان هيك الآن ممكن الفيتامينات بعدها يحصل عليها زي ما قلنا من الخضار والفواكه وما إلى ذلك، أو الكبدة أو بعض الأشياء الأخرى، أو ممكن تصنع فعلا، تصنع دوائيا وتباع في الصيدليات بأي فيتامينات أو مجموعة من الفيتامينات ممكن تكون موجودة في الصيدليات. الناس كثير أحيانا عندهم يكون نقص في الفيتامينات، لأن في عندهم مشكلة في عملية سواء الأيض أو مشكلة في عملية اللي هو تناول هذه الأشياء، فدائما يحتاجوا إلى فيتامينات دوائية عشان تكمل اللي هو الفيتامينات عندهم. إذا يوجد 13 فيتامين. يوجد 13 فيتامين. أول حاجة اللي قلنا عنها الكده، للكي الفيتامين بشكل عام، الكي والإي والدي والسي والإي. لكن هنا لما أتكلم عن، وأيضا البي الذي يعني ينشأ يعني يتكون منه 8 فيتامينات، إذا 8، والكي 9 والإي 10 والدي 11 والسي 12 والإي 13، إذا عندنا 13 فيتامين. الفيتامينات مهمة جدا في
التفاعلات الكيميائية الحيوية اللي هي بتقوم، كل التفاعلات الكيميائية اللي بتحول الطعام إلى طاقة، كل التفاعلات الحيوية اللي تحول الطعام إلى طاقة تشارك الفيتامينات بشكل أساسي في هذه الوظائف لبناء الجسم. بدون الفيتامينات لا يمكن لهذه الحياة أن تستمر، لا يمكن لحياة البشر أن تستمر. هناك في أمراض كثيرة هنتكلم عنها بالتفصيل لها علاقة بنقص الفيتامينات، لها علاقة بنقص الفيتامينات. الآن نتطرق بشكل أو بآخر إلى عسل النحل. عسل النحل فيه شفاء للناس زي ما قال القرآن، ومفيد جدا، مفيد جدا وفيه شفاء للناس، مش لأنه فيه سكر أو مش لأنه حلو، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات، كمية كبيرة من المعادن، وهذا هو اللي خلاه يعني يقال بأنه يحتوي على 156 مادة. وعشان هيك يعني العسل يعني مفيد وفيه شفاء للناس. بيحتوي على أحيانا أحماض عضوية، كربوهيدرات، أملاح معدنية، كلها مهمة للجسم. ومن المهم جدا نتأكد بأنه لازم يعني انه غالبا الفيتامينات تكون موجوده بعد اختلاط، يعني السبب بتاعها هو حبوب اللقاح. حبوب اللقاح موجود عليه نوع من هذه الفيتامينات، عند اختلاطه مع العسل بصير العسل ايضا يحتوي على هذه الفيتامينات. عشان بنقول وبيجي سؤال يجب ان ينقى العسل من حبوب اللقاح، بنقول غلط، يجب الا ينقى العسل من قبل، بالعكس كل ما كان في حب اكثر كل ما كان احسن، والا لو نقيناه من حب اللقاح يصبح العسل فقيرا من الفيتامينات. لكن هنا في ان يعني يقال بان الاطفال اقل من سنه يجب الا ياكل العسل لانه في مواد له بالذات حبوب اللقاح وغيرها قد تكون ضاره بالجسم. كنا نتكلم احنا عن كثير من الوظائف لهذه الفيتامينات، لكن احنا حاولنا نلخصها في جدول، في جداول، حاول نلخصها في جداول على اساس انه اسهل في المقارنات واسهل في حفظها للطلاب. اذا في عندي فيتامينات وعندي ماذا نقص الفيتامين ايش ممكن يسبب، او بسموه اعراض العوز او اعراض النقص. يعني فيتامين A نقصه بسبب مرض اسمه العشاء الليلي، جفاف القرنية، او زيادة تقرن الجلد، او خلل في جهاز المناعة. واحيانا بسموه هذا فيتامين A بسموه فيتامين الجمال. فيتامين الجمال ليش؟ لانه يعني دائما الناس اللي بيهتموا بصحتهم دائما يعني بدهم نفسهم ببعض المرطبات وبعض المواد الطبيه التي تحتوي على هذا الفيتامين، بيخلي الجسم جميل وبقلل من تقرن الجسم الجلد وبخلي هذا الجلد ناعم، فيسمى فيتامين A هو فيتامين الجمال، اضافه الى انه نقصه ممكن لا سمح الله يسبب العشاء الليلي أو جفاف القرنية. العشاء الليلي إنه الإنسان بطل يشوف في الليل بشكل كويس، وجفاف القرنية ممكن يؤدي إلى حتى العمى أحيانا. فيتامين د كنا بنسمع فيتامين د وبنسمع بالشمس وبنسمع بكل القضايا، هنشرحه بالتفصيل، لكن بشكل مختصر نقص فيتامين د بسبب تشوه في العظام وأيضا يؤدي إلى الكساح. فيتامين كي هو بيؤدي إلى عدم مقدرة الدم على التجلط وحدوث النزف. ايش يعني عدم مقدره الدم على التجلط وحدوث النزف؟ يعني زي مرض السكر، اللي عنده مرض السكر بتلاقي دمه بنجلطش بسرعه، وايضا اللي عنده نقص في فيتامين كي دمه بتجلطش بسرعه وبضل مشكله في عنده دائما نزف دائم، وهذه مشكله خطيره. فدائما اذا فيتامين كي نقصه بسبب عدم مقدره الدم على التجلط وحدوث النزف. فيتامين سي او مرض اسمه الاسقربوط او مرض بسموه مرض البحارة، يمكن نشرحه بالتفصيل في المحاضرة هذه أو المحاضرة اللي بعد إن شاء الله. نقصه فيتامين سي بسبب الإسقربوط، يعني نقصه بسبب مرض الإسقربوط أو بالتعب أو أعراض اكتئاب، وهو يعني موجود بشكل أساسي في الخضروات والفواكه بشكل أساسي. فيتامين سي أو فيتامين جيم هو نفسه يا بنات أو يا طلاب، فيتامين سي أو فيتامين جيم هو نفسه، هو يعني لو جبنا لك امتحان سي او جي هو نفسه. الاسقربوط نقصه بعد الاسقربوط والتعب تعب. فيتامين بي 1 هتكلم عنه، بسبب مرض بشكل اساسي
مرض البيري بيري اسمه البيري بيري، وهنقول ايش معنى كلمة مرض البيري بيري. ايضا بيؤدي الى التهاب الاعصاب وهبوط في القلب. فيتامين بي 12 دائما يؤدي الى فخر الدم الخبيث. الحمض الفوليك او بسميه الفوليك اسيد، هذا مهم جدا. احيانا احنا عندنا صار عندنا فيه في البروتوكول بعثوه للحوامل على اساس انه بيعالج لا سمح الله اذا كان عندهم فخ في الدم. ايضا عدم اكتمال انغلاق الحبل الشوكي بيحتاج الى فيتامين نقصه، ممكن يسبب عدم اكتمال انغلاق الحبل الشوكي او ممكن ايضا يسبب الاكتئاب. النياسين حنشرحه بيؤدي مرض اسمه مرض بلاجا او التهاب الاعصاب او الاسهال. طبعا النياسين هنشوفه مع بعض هو فيتامين بي 3. ايضا عملنا جدول لانه في اهميه للمعادن، وتكلمنا عن اهميه المعادن والمعادن في الجسم انها رابعه بعد الفيتامينات. بنشرح المعادن، المعادن مهمه جدا للجسم، ولما اول ما نسمع بالحديد كلكم بتسمعوا بفخر الدم بسبب نقص الحديد. ودائما ايضا الاطفال او حتى الناس اللي عندهم الحوامل دائما خوفا من فخر الدم بيعطوكم عندنا حديد بشكل شبه دائم، ايضا نقصه بيسبب انخفاض المقاومه للعدوى. ايضا نقص الكالسيوم بيسبب تشوه في العظام، خلل في الوظائف العصبيه، ضعف اللاتو. هنتكلم عن نقص الكالسيوم بالتفصيل في مرض الكساح. البوتاسيوم هو بسبب نقص بسبب عدم انتظام ضربات القلب، فقدان الشهية وتقلصات عضلية. الزنك نقصه بعمل لأنه هو الزنك يدخل في 200 تفاعل كيميائي في الجسم. طبعا 200 تفاعل في الكيمياء في الجسم، تصور أنه هذا في النقص ان يخف هذا ال 200 التفاعلات الكيميائيه، ال 200 تفاعل كيميائي في الجسم بيتوقفوا عن العمل، مما يؤدي الى تخلف النمو، صغر في حجم الاعضاء الجنسيه، تضخم في الكبد والطحال، بلاهه عقليه، ويعني عدم التئام الجوع او تاخر التئام الجوع. اليود، اليود مهم، وسمعنا باليود واكيد دخلنا في موضوع هنتكلم عن اليود ايضا بالتفصيل. اليود يعني نقصه ممكن يسبب تضخم اللي هو الغدة الدرقية وزيادة الوزن وتخلف عقلي للإنسان. تضخم الغدة الدرقية ونقص بسبب نقص اليود. إذا تكلمنا عن الفيتامينات، تكلمنا عن المعادن، سابقا تكلمنا عن الدهون، تكلمنا عن البروتينات، وتكلمنا عن كربوهيدرات. خلصنا هذه مكونات الغذاء، خلصناها، هي 6 مكونات الغذاء نحفظها بالتفصيل مع الماء. طبعا 5 مكونات ذكرناها زائد الماء، بس يعني 6 مكونات غذائيه اساسيه للمياه. الان نتكلم عن امراض سوء التغذيه. طبعا سوء التغذيه او التغذيه السيئه هو غياب الغذاء المتوازن. ايش يعني غذاء غياب الغذاء المتوازن؟ يعني انت حتى لو انت اكلت كثير ممكن يكون معك سوء تغذيه. يعني القصد فيها بانه يجب ان تاكل، يعني يكون غذائك متوازن، مش ليس له علاقه بكميه الاكل، ليست له سوء تغذيه، ليست له علاقه بكميه الاكل، بقدر ما له علاقه بانه يكون هذا الغذاء متوازن. اذا كان في غنى غذاء متوازن فطبعا هذا يكون كويس. الغاب الغذاء متوازن، مثلا انا ما اكلتش خضروات، حتى لو اكلت رز ودجاج ولحمه كثير لكن ما اكلتش خضروات وفواكه، هنا ممكن يصير عندي سوء تغذيه، وبالذات نقص الفيتامينات ومشاكل الامراض اللي بسببها، يعني اللي تنتج بسبب نقص الفيتامينات. اذا سوء التغذيه هو عدم تناول كميات الملائمة من البروتينات واللي بتؤدي إلى والمواد الغذائية الأخرى اللي بتبني لنا طاقة أو غيرها، وممكن يحدث عن بسبب عدوى أو بسبب مرض أو عدوى. غالبا كنا
لما القول مشروع، حديث الرسول قول مشهور أن المعدة بيت الداء وبيت الشفاء، أو أن الأكل داء ودواء. قد يكون الأكل مرض، يكون تأكل أكل أشي معين، دهون كثيرة كذا، ممكن يكون داء. وممكن في نفس الوقت هذا الغذاء لو كان أكلته بشكل صحيح وسليم ممكن يكون زي الدواء. إذا غذاء داء أو دواء. إذا وكأن الجسم وصحة الجسم عبارة عن نتاج التفاعل المعقد بين الأكل اللي نأكله والصحة تحت الإنسان. إذا انعدام سوء التغذية يؤدي يعني نقص الطعام ممكن يؤثر على الصحة وممكن يؤثر على العناية ودعامات الصحة السليمة. إذا هنا الآن هتكلم عن الأمراض التي تسببها عوامل متعلقة بالتغذية. العوامل المتعلقة بالتغذية، أول حاجة نتكلم عن حساسية الطعام. هو يعني حساسية الطعام يعني هي مرض، يعتبر مرض من الأمراض تسببها الأغذية. وانتم عارفين انه في ناس بتحسس من أكل البيض، في ناس تحسس من أكل عصائر معينة، في ناس تحسس من أكل الموز، فبيفرز الجسم، هذا الجسم بيفرز مواد معينة بحيث الجسم يعني بينتفخ وبصير عنده حمار وبصير عنده إشكالية كبيرة، انه بصير الجسم يفرز مواد كيميائية هي بتسبب أعراض الحساسية. وللأسف حساسية الطعام يعني قد تكون تأتي متأخرة، يعني الآن أنت ما عندكش حساسية طعام لا سمح الله، لكن بعد 5 سنين 6 سنين ممكن يصير عندك حساسية من الموز، مع إنه أنت تأكل موز بشكل كويس، تأكل كل المواد بشكل كويس، لكن ممكن في بعض الأشياء مثلا يقول لك أنا لو أكلت الحليب أو اللبن مع السمك، فعلا السمك نفسه مواد محسسة لكن ممكن ما يعملش شيء مع الناس، اللبن نفسه مواد محسسة لكن ممكن ما يعملش شيء، لكن جمع اثنين مع بعض ممكن يعمل حساسية عند الكثيرين. سوء التغذية تكلمنا عنه هو نقص التغذية من النوع ليس من الكم، يعني إذا كان الغذاء متوازن ومتنوع هل بصير سوء تغذية. الغذاء غير متوازن ليست بالكم، ايا كان اكلت كميه، يعني ممكن واحد ياكل كميه كبيره من الغذاء ومع هذا يصيبه نوع من سوء التغذيه. نتكلم عن امراض سوء التغذيه. من الامراض المهمه من سوء التغذيه والذات اللي بسبب نقص البروتينات. اذا نقص البروتينات مشكله، ممكن يؤدي الى نقص سعرات الحيوانات البشره، وممكن يؤدي الى مرض اسمه كواشو كور. وهذا المرض كواشو كور كان منتشر في البلاد النامية عادة. هذا زي ما انتم شايفينها في الصورة هنا، شخص المعنو بدين لكن يعاني من مرض اسمه مرض الكواشو كور أو مرض الطفل الأول. ليش؟ بسبب نقص البروتين، بسبب نقص البروتين ومشكلة بس عنده هذا الشخص نقص في المناعة. تصور أنت في البلاد النامية اللي تظهر يعني تكثر فيها الأمراض المعدية ويصير عند هذا الشخص نقص في المناعة، كيف هذه الأمراض يعني حتصير مجموعة كبيرة للأسف من الأمراض. هذا يسموه إيش؟ الكواشو كور، أو بسبب أو بسموه مرض الطفل الأول، أو أحيانا يسموه وجه القمر مون فيس، يعني وجه القمر. ليش؟ بكون وجهه منتفخ ويبدو جميلا لكنه ليس جمالا بقدر ما هو أوديمة، هذا مية. يعني نقص البروتينات يسبب انه المية بتطلع، وهذه المية هي بسبب الوجه، بسموه مون فيس او وجه القمر. فاذا نقص البروتينات بسبب مرض اسمه الكواشو كور، او هو نفسه اسمه مرض الطفل الاول، او اللي هو وجه القمر. وجه القمر ليش؟ لانه في وجه القمر، لانه هذا المريض
نقص البروتين بصير وجهه منتفخ كأنه جميل، لكن للأسف ليس جميل بقدر ما هو فيه مياه. المرض الثاني العلاقة بسوء التغذية بسموه المرازمس، زي ما تشوف انت هنا المرازمس، وهذا بيكون سببه مش بس نقص البروتين زي ما هو عندنا في الكواشيو كورو، لا كمان بيكون كل مصادر الطاقة بيكون نقصه بروتينات وكربوهيدرات ودهون، مما يؤدي إلى هذه الحالة اللي شايفينها في الصورة بسموها المرازمس أو الشيخوخة أو الشيخوخة المبكرة. يعني واحد بيكون صغير في السن لكن عنده أعراض الشيخوخة، ليش؟ لأنه في عنده نقص في كل مصادر الطاقة، مش بس نقص البروتينات زي الكوكولا، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. وهذا الشخص بصير عنده، ليش بسموه عنده، ليش بسموه شيخوخة مبكرة أو بسموه استغل أحيانا كمان بالعربي، بسموه استغل يروح نقص مصادر. ليش؟ لأنه هنا بصير عنده تجاعيد في الوجه، تجاعيد في الوجه ناتجة أنه الجسم بده مصادر طاقة بلاقيش من الغذاء، بيضطر ياخذ الجسم، قلنا احنا الجسم لازم ياخذ طاقته، فبيضطر ياخذها من البروتينات التي تحت الجلد، مما يؤدي الى تجعد الجلد، بيؤدي الى تجعد الجلد. ليش؟ انه بياخذ البروتينات اللي تحت الجلد مما يؤدي الى تجعد ويصبح شكله مثل كبار السن او الشيخوخه المبكره. ايضا عندي تكلمنا عن سوء التغذيه، امراض سوء التغذيه، أمراض نقص الفيتامينات. ومن الفيتامينات المهمة، احنا ذكرنا الفيتامينات، كل الفيتامينات اللي ذكرناها تؤدي إلى أمراض، لكن حناخذ بعضها منها. مثلا نقص فيتامين سي قلنا أو جيم هو نفسه يؤدي إلى نقص، يؤدي إلى مرض الإسكربوت. إيش يعني مرض الإسكربوت؟ علامته اللي هو نزف في اللثة وتورم، نزف في اللثة وتورم، وأيضا في بطء في التئام الجوع والآلام في المفاصل. ويعتبر الإسكربوت أو نقص فيتامين سي من أوائل الفيتامينات اللي انعرفت، وهو بسموه داء البحارة. البحارة كان دائما يجوا وعندهم مرض الإسكربوت، لأن البحارة في البحار بيقعدوا شهرين وثلاثة لا يتناول الخضروات والفواكه الطازجة زمان، أكيد ما كانش عندهم يعني ما كانش عندهم ثلاجات، فلا يأكلوا الفواكه والخضروات الطازجة، مما يؤدي إلى أنه ما يكونش في عندهم فيتامين سي، يؤدي إلى مرض الإسكربوت وهو نزف اللثة وتورم، وهذا هو مرض الإسكربوت. أيضا نقص فيتامين د حنتكلم عنه، يؤدي إلى أنه يعني شذوذ في النمو في العظام، حنتكلم عنه بالتفصيل. وأيضا ياسين بسبب مرض البلاجا، هذا مرض البلاجا بنياسين بسبب مرض البلاجا، وهو عبارة يعني هنتكلم عنه بالتفصيل لما نوصل مرض البلاجا. أول مرض اسمه البيريبري. البيريبري هو عبارة عن يعني أصله سنغالي، هي لغة سنغالية، وهذا الشخص السنغالي كان يقولوا له قوم، يقولون بيربي، هذا سبب تسمية. سنغالي كان يقولوا قوم، يقولون بيربي أي لا أستطيع. إيش معنى بيربي بالسنغالية؟ لا أستطيع. إيش سبب هذا المرض؟ إنه الإنسان بيقدرش يقوم من مكانه ولا يستطيع أن يقوم من مكانه. إنه هذول الناس كانوا يعتمدوا على يعني الرز الأبيض الخالي من النخالة، كان مصدرهم الأكل، مصدرهم الأساسي في الأكل الرز الرز الخالي من النخالة. لما ياخذوا هذا الرز الخالي من النخالة يصير عندهم، لأنه النخالة هي الغنية بالفيتامينات، كان هذا الرز يسموه وايت رايس أو الرز الأبيض الخالي من النخالة، صار عندهم نقص في فيتامين بي واحد. طبعا هذا الفيتامين يعني كأنه أو بسبب إنه والله بياكل خبز أبيض يعني مش خبز أسود، إذا هو بصير عندهم نقص في فيتامين بي واحد، وهو يسميه الثيامين. والثيامين له دور مهم في عمليه التمثيل الغذائي وانتاج الطاقه، ويعني وهو منشط الاعصاب وحركه المعده والعضلات. اذا نقص فيتامين بي واحد والثيامين هو يسبب البري، وهو يعني اصلها كلمه سنغاليه.
أعراضه هذا المرض لما يصير في الإنسان اللي معتمد على أكله على الأرز الأبيض الخالي من النخالة. النخالة هذه هي كانت تحتوي على ثيامين أو فيتامين بي واحد، لهذا الأساس أنه بصير عنده اللي هو البربري بدو ثلاث أجزاء. الجهاز الهضمي بصير عنده فقدان الشهية، إمساك، عسر هضم، ضعف العمل. شوفوا الفيتامين إيش بيعمل، الفيتامين لخص فيتامين واحد إيش ممكن يعمل في الجسم، عشان يكفي أهمية كبيرة للفيتامينات. الجهاز الدوري والتنفسي بذا أثار على سرعة في النبض، هبوط في عضلة القلب، وضيق في التنفس. وأنا بهمني أكثر حاجة كمان الجهاز العصبي. يؤدي هذا المرض إلى التهاب الأعصاب الطرفية، يعني أعصاب اللي عند الرجل واليد كذا، والقلق مع شعور بألام وخدر في الأرجل بعد المشي. عشان هيك هذا الشخص بعد مدة لا يستطيع المشي. ليش؟ لأنه في عنده التهاب في الأعصاب الطرفية وألام وخدر بالأرجل. إذا عنده التهاب الأعصاب، عشان كذا اللي بيقول له امشي أو قوم يقول له بري بري، أي لا أستطيع. ليش؟ لأنه عنده التهاب بالأعصاب الطرفية ناتج عن نقص فيتامين بي واحد أو أثيم. طبعا دائما الوقاية والعلاج أنه طبعا أكيد لازم يأخذ فيتامين بي واحد، سواء عن طريق الأكل أو حتى كدواء. في موجود في السيديات أكيد فيتامين بي واحد كدواء، أو ممكن يأخذ الخبز الأسمر اللي هي يعني الغني بالنخالة، أو الخميرة، أو صفار بيض، السمك، اللحوم، كل هذه غنية بفيتامين بي واحد أو بنسميه إحنا الثيامين. مرض البلاجة، مرض البلاجة بحدث نتيجة نقص فيتامين بي ثلاثة. إذن كان عندنا في الأول اللي هو الثيامين بسبب مرض، والهو البي واحد بسبب مرض البريبري. الآن عندنا مرض البلاجة بيحدث نقص فيتامين بي ثلاثة، أو بسموه نياسين أو النيكوتينيك أسيد. هو نفسه نياسين، لو تشوف كلمة نياسين أو نيكوتينيك أسيد هو نفسه، أو حمض النيكوتينيك هو نفسه اللي هو يعني مرض البلاجة. وهذا كان موجود في الريف المصري لما الفلاحين زمان كانوا معتمدين مش على دقيق القمح، على دقيق الذرة في الغذاء. يعني كان الخبز تبعهم من الذرة، هذه الذرة لا تحتوي على فيتامين بي ثلاثة اللي هو حمض النيكوتينيك، فعشان هيك كان يظهر عليهم هذا المرض. البلاجة معناها باللي هي كلمة لاتينية معناتها اللي هي الجسم الخشن، الجلد الخشن. شايفين الصورة هان؟ شايفين الصورة انه هنا في خشونة وحمار في الجلد، وكأنه هذا الشخص يعني ضربة شمس او غيره، وفي خشونة واضحة، وفي تغيير في لون الجلد، وهذا يصبح الجلد خشن، حمار ويعني خشن، حمار حتى على السواد احيانا. والخشن يسموه مرض البلاجة، بيكون ناتج عن نقص فيتامين بي ثلاثة، وهذا او بسميه النيكوتينيك اسيد، وهو بسبب انه القرويين كانوا يعتمدوا في غذائهم على دقيق الذرة واللي بيعمل منه خبز، وكان اساسا اذا في كثر عندهم نقص في هذا الفيتامين. هذا الفيتامين مهم جدا انه بيقوم بدور هام كمساعد انزيمي في عمليه الاكسده، لنزع الهيدروجين بعض البروتينات اثناء عمليه التمثيل الغذائي. اذا مهم جدا في عمليه التمثيل الغذائي. اذا شفنا احنا في البلاجة زي ما شفنا في الصورة ايش الاعراض الجلدية، على شكل جفاف، خشونة، مع بقع شبيهة بحوق الشمس في اليدين والقدمين والرقبة زي ما شفنا في الصورة، وممكن تحول الى قشور بنية اللون. ايضا اعراض معوية مثل في الاسهال والقيء، يؤدي فقدان الشهية، اعراض عصبية مع يعني ممكن يؤدي التهابات بالاعصاب مع الهذيان. شايفين كيف انتم يعني فيتامين واحد ممكن كيف يسبب المشاكل للجسم. عشان هيك مهم جدا دائما النخالة، بنأكد على أهمية يعني تناول النخالة مع الخبز، لأن النخالة تحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات. وكل ما كان الخبز أبيض كل ما هو أقل فائدة،
كل ما كان الخبز أسود كان أكثر فائدة. إذا بركز، كل ما كان الخبز أبيض كل ما كان أقل فائدة، كل ما كان الخبز أسود كل ما كان أكثر فائدة. الخبز الأسود معناته أو الأسمر معناته فيه عندي نخالة، نخالة مهمة جدا لأنها تحتوي على الفيتامينات، على معادن، على البروتين. تحتوي على فيتامينات ومعادن وبروتينات مهمة جدا. هذه النخالة تكون موجودة أو جزء منها يكون موجود في الخبز. طبعا الخبز الأبيض أزكى في الأكل، لكن ليس لكنه ليس أكثر فائدة، وبالعكس أقل فائدة. إذا وهذا ما يسمى بالحبة الكاملة. الحبة الكاملة أن نأخذ الحبة يعني ما نجيبش منها النخالة. كلمة الحبة الكاملة أنه نتناول القمح بدون ما نأخذ منه النخالة عشان نحافظ على قيمته الغذائية. إذا الحبة الكاملة والنخالة هي فيها قيمة غذائية كبيرة للجسم. لبلاجة علاجها، أول حاجة ناخذ عن طريق خلين برضو نفس الشيء، ناخذ يعني ممكن يكون عن طريق اللي هو ناخذ اللي هو الاغذيه متوازنه وغنيه فيتامين اللي هو بي 3 او نياسين زي اللحوم، الكبده، اللبن، او انه النياسين نفسه ناخذه كدواء او بي 3. ايضا نقص المعادن، نقص المعادن خطير كتير. تكلمنا عن أهمية الكربوهيدرات، تكلمنا عن أهمية البروتينات، تكلمنا عن أهمية الدهون، تكلمنا عن أهمية الفيتامينات. اليوم هتكلم عن أهمية نقص المعادن. نقص المعادن هو الأكثر انتشارا، وأكثر حالة فيه هو إيش؟ عبارة عن فقر الدم. كنا بنعرف فقر الدم ونقص الحديد، نقص الحديد يسبب فقر الدم، وانه سير الدم لا يحمل عدد كافي من كريات الدم الحمراء، ممكن يؤدي مما يؤدي الى نقص الاكسجين الذي يصل الى الجسم. عشان هيك لما يكون عندنا نقص دم بيكون عندنا يعني ضعف عام في الجسم، بصير صرار، بصير الجسم بيتعب بسرعه، لا يستطيع. ليش؟ لانه هو لا يصل اكسجين كافي لنشاطاته او وظائفه، وعشان هيك بصير عندي صداع، بصير عندي ضربات قلب سريعة، قصر في التنفس. فطبعا هذه كلها تعتبر من نقص اللي هو نقص المعادن، ونقص بالذات نقص الحديد. وأيضا ممكن يؤدي نقص اليود إلى ضخ الغدة الدرقية، وما يؤدي إلى نقص اليود وضخ الغدة الدرقية. وتكلمنا عن فائدة وخطورة نقص الغدة الدرقية. تكلم عن الكساح أو مدين العظام. ايضا الكساح والانعدام من الامراض اللي بسموها ناتجه عن نقص المعادن، نقص المعادن. نتكلم هنا عن بالذات الكالسيوم. بنلاحظ الفوسفور، بنلاحظ انه احنا بيجي الطفل، بيجي اول يمشي الطفل بصير شكله بهذا الشكل، يعني شكله مش مستقيمه، في عنده تقوس في الاثنين. بتخاف الاسره بتقعد تقول لا ما فيش مشكله تخافوش، وبعطوهم جزء، بعطوهم كالسيوم بشكل اساسي كالسيوم، وبعطوهم ايضا فيتامين د، او بقول لهم والله عرضوا له بشكل اكبر عشان يستفيد من فيتامين د اكثر. و ايضا بسبب ايضا اللي هو تكرار الاصابه بالنفاذات المعويه ممكن يؤدي الى نقص الكالسيوم وخلل في امتصاص الاملاح المعدنيه بالذات الكالسيوم. اذا هذا يسموه تشوه العظام، او بنسميه لين العظام بالذات هيكتس، او لين العظام بسبب نقص الكالسيوم، بسبب نقص الكالسيوم والفوسفور بشكل اساسي. عشان هيك دائما لازم تكون في عندنا عادات صحيحه بانه هذا الطفل هو طفل ياخذ يعني بعض الاشياء اللي فيها كالسيوم وفيها فوسفور بشكل كويس.
وأيضا نبتعد عن عادة لف الأطفال بالملابس السميكة اللي يسموها يعني كفولة. كفولة خطأ 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 أنه نلف الأطفال بالكفولة. ليش؟ لأنها تمنع طبعا تمنع من الحاق، وهذا خطأ، إضافة إلى أنه تمنع الطفل من التعرض لأشعة الشمس. التعرض لأشعة الشمس مهم جدا لأنه ينشط فيتامين د، لأنه ينشط فيتامين د. فيتامين د ليش التعرض المهم للشمس؟ لأنه الشمس طبعا فيش فيها فيتامين د، لكن أشعة الشمس بتنشط فيتامين د، بتخلي نشط. هل فيتامين د كل دور فيتامين د في هذا الموضوع انه يمتص يسهل ويزيد من امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الامعاء. اسباب هذا المرض يعني اللي هو الكساح او ريكتس، اللي هو سوء التغذية بصفة خاصة، أكيد نقص الكالسيوم والفوسفور في الغذاء. عشان هيك لازم دائما يكون في عندنا طريقة صحيحة للتغذية لهذول الأطفال أو حتى الكبار عشان ما يتعاطوش. عدم تعرض الأطفال لأشعة الشمس، لأن أشعة الشمس هي مسؤولة عن تنشيط فيتامين د، هو المسؤول عن زيادة امتصاص المعادن هذه من الغذاء. النمو والتطور السريع للأطفال التوائم والإصابات المتكررة بالنسبة المعوية، هذه بتخليناش نستفيد من المعادن. الأعراض طبعا أعراض حتشوف أعراض نقص الكالسيوم، الضعف عام وارتخاء في العضلات، أي حاجة لها علاقة بالعظام والعضلات بتصير عندها إشكالية. أعراض خاصة بالعظام والأسنان، في تأخر في نمو، في إقفال اليافوخ اللي عند الأطفال عند المواليد، أيضا بروز يعني عظمتي مقدمة الرأس مع زيادة المحيط، تأخر بوز الأسنان، توأم وانتهاء انتفاخ نهاية العظام، بوز نتوء على عظمة القصص اللي هو قص الصدر أو قفص الصدر مع تحدب في العمود الفقري، كل هذه تعتبر بس أنا تشوه عام في العظام، بس أنا تشوه عام في العظام. إيش العلاج؟ أكيد العلاج هو تعريض الجسم لكافية كمية كافية من يعني تقريبا 20 دقيقة في الصباح أو قبل المغيب 20 دقيقة عشان الطفل يأخذ كمية كافية من أشعة الشمس التي تنشط فيتامين د، أو كمان أنه يتناول كميات الأطعمة غنية بالكالسيوم والفوسفور بالذات زي الألبان والأسماك واللحوم. تناول جرعات من كدواء من شرب الكالسيوم، هذا اللي الطبيعة على طول بيكتبوه للأطفال مع المتابعة المستمرة. أيضا ممكن أعطيه جرعات من فيتامين د. في امراض اخرى ايضا الى علاقه بسوء التغذيه زي تعاطي سوء الخمور، ممكن يؤدي الى يعني امراض الكبد، ايضا مخاطر امراض المراره ممكن يؤدي الى امراض السكر عند الكبار.